النهارده ضيف حلقتنا وهنستضيفه دلوقتي معانا استاذ دريم سمير المدير الاقليمي لشركه ميرك سيرونو. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا رانيا. شفنا حضرتك في التقرير لكن دلوقتي عايزين يعني نستفسر اكتر عن كل المعلومات اللي حصلت في الحدث او الايفنت ده. دلوقتي يعني اتكلمنا عن الايفنت، ازاي بتبداوا ان انتوا تنظموا او بتشتركوا في ايفنتات زي كده خاصه بالامومه والاخصاب من خلال شركه ميرك سيرونو؟ اكيد. شوف رانيا، انت زي ما شفتي في التقرير انه مركز دبي كان بيحتفل بالسعاده اللي فيها كل الاسر اللي موجودين دول بوجود الاطفال. الحقيقه واحنا وسط الايفنت كانت لحظه هايله جدا، والاطفال موجودين، كل دول فاميليز كان عندهم احلام، فاميليز ما كانوش عارفين يحققوا الحلم ده بوجود طفل، والمركز ساعدهم، ومراكز كتيره موجوده يعني الحقيقه في الامارات، بس ساعدناهم انه لوجود الطفل. طبعا موضوع الخصوبه ده موضوع هايل وموضوع مش قليل ابدا، وخصوصا عندنا في المنطقه العربيه. هو موضوع مهم في العالم كله بس في المنطقه العربيه ليه اهميه خاصه. طبعا وبمجرد مساعده الاسر دي يعني كان الجو امبارح الحقيقه يعني الهابينس والسعاده بتاعت